مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد اخبارنا. اعتبر وزير الخارجية الفرنسية جون ايفيل لوديريان يوم الاثنين ان وباء كوفيد 19 يفاقم الانقسامات العالمية والخصوم الصينية الامريكية ويضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية، وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند نشرت الاثنين: أخشى أن يصبح عالم ما بعد الوباء مشابها كثيرا لعالم ما قبله لكن أسوأ. وأضاف: يبدو لأننا نشهد تفاقم الانقسامات التي تقود النظام العالمي منذ سنوات. الوباء يمثل استمرارية الصراع بين القوى من خلال وسائل أخرى. وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصوصا المساهمة المالية الأمريكية في منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بأنها منحازة إلى الصين منشأ كوفيد 19 في خضم أزمة الوباء العالمية. وقال الوزير الفرنسي إنه التشكيك القديم عينه بتعددية الأطراف، إذ إن الولايات المتحدة سبق أن علقت تمويلها للعديد من المنظمات الدولية في ظل رئاسة ترامب. وتابع الوزير: هذا الصراع بين القوى هو تنظيم علاقات القوى الذي كنا نشهده قبل الأزمة الصحية مع تفاقم الخصوم الصينية الأمريكية. ويتهم رئيس الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم الصين، حيث ظهر المرض بأنها أخفت خطورة الفيروس والعدد الحقيقي لضحاياها.